نتكلم على الفيلم المصري اللي هو هيكون فيلم الختام بره المنهج، وكمان الفيلم الموسيقي سيرنو اللي طبعا هو فيلم الافتتاح. حاسس ان في موازنه وفي مراعاه لابعاد كتير جدا وانت بتتكلم على اختيار الافلام سواء في الافتتاح او حتى في الختام. طبعا برافو عليك برافو عليك. في الافتتاح مثلا لما بيكون البطل قزم، انت هنا بتوصل رساله، ورساله مهمه قوي، انه الموهبه ماليش دعوه انت تخين رفيع، عندك اعاقه حركيه، اعاقه سمعيه بصريه، لا، الفيلم من اروع الافلام، وانا براهن على انه هيبقى، وده يحسب للمهرجان مهرجان البحر الاحمر، انه عندما تعلن ترشيحات الاوسكار هتجدوا واحد من الافلام اللي لها عدد كبير من الترشيحات. فلما مهرجان يعرضه في الافتتاح هو معناها انه بيختار، وانا بقول واختيار صائب يعني باللغه بتاعتنا كده، يعني جاب جون يعني من اول الاختيار كويس، وممكن البطل يبقى مرشح لجائزه، البطله، الفيلم، وهكذا. ده واحد. اتنين، بره المنهج ده ده ده, ده عمرو سلامه، مخرج مصري مهم، عمل عدد من الافلام في السنوات الاخيره وضعته في مكانه مرتفعه. انا طبعا كان المفروض اشوف الفيلم قبل المهرجان، لكن لان احنا كنا مزنوقين مهرجان القاهره يعني ما قدرش اشوفه. لكن عمرو دايما دايما بيخش في مناطق بره المنهج، يعني ايه؟ يعني بره الصندوق، يعني بره المعتاد، يعني اكيد في نظره لشيء مسكوت عنه كما نطلق عليه، لان ده عمله في اغلب افلامه دايما. رهان عمرو على الجزء ده، فهو انا واثق انه كمان المره دي في بره المنهج، لان العنوان، وده طبعا العنوان اللي عجبني قوي، ان هو داخل في حاجه بره او بعيدا عما تعرفنا عليه كعمل سينمائي. ارجو انه يعني دايما نقول احنا ختامها مسك، ارجو انه كمان واختامها مصري، وده يعني حطها بين قوسين، وده مش شفونيه مني، لكن بيبقى في اعتزاز، انت بتوصل رساله عن العلاقات الجميله العميقه الدائمه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه.